الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. مفتي القدس الشيخ محمد حسين يؤكد أن ما تشيعه سلطات الاحتلال من مخاوف حول حدوث اضطرابات في شهر رمضان القادم ما هو إلا مقدمة لنواياها الخبيثة التي ستنفذها ضد المسجد الأقصى. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم 31 فلسطينياً، بينهم طالبتان جامعيتان ووالد شهيد وأطفال وأسرى محررون. إسرائيل ترفع حالة التأهب خشية تكرار عملية بئر السبع التي قتل فيها 4 مستوطنين بعملية طعن مساء أمس. موسكو تحذر من أن أي تماس محتمل بين الجيش الروسي وقوات الناتو قد تكون له عواقب وخيمة بعد مطالبة بولندا بإرسال قوات حفظ سلام تابعة للحلف إلى أوكرانيا. تطبيق تويتر سيحصل على ميزات إضافية تساعد مستخدمي خدمات سبيس على اقتطاع أجزاء معينة من التسجيلات في الغرف الصوتية لعرضها على بقية المستخدمين بطرق معينة. نهاية الموجز، في أمان الله.